مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، كل عام وانتم بألف خير. نحن معكم مباشرة من كورنيش المينا لجولة سريعة على هذا الكورنيش لنحكي شوي مع الناس بالعيد يلي بلش قبل امبارح. عم نشوف الناس رجعت على هذا الكورنيش بعد ما تم اغلاقه، مش اغلاقه اذا بدنا نقول، تم مصادرة كل البسطات التي كانت موجودة على هذا الكورنيش، ولكن اليوم وبسبب العيد وبسبب يعني ان الناس تريد ان تفرح على هذا الكورنيش سمح لهم من جديد ان يفتتحوا هذه البسطات ويترزقوا عليها اذا صح التعبير. عم نشوف في ناس لا بأس فيهم العدد الموجود على الكورنيش، ولكن اللافت يعني هو عجقة السير الموجودة بالمينا على كلا الأطرافين بكلا الاتجاهين، السيارات كثيرة، ففينا نقول تقريبا زحمة السيارات أكثر من زحمة الناس يلي موجودة على كورنيش المينا. على الميل الثاني عم نشوف في ناس هنيك عم تلعب وأطفال في كنت عم تسبح؟ نعيما الله ينعم عليك. أول مرة بتجوا على المينا ولا على طول؟ نحن أولاد المينا، نحن أولاد طرابلس. كنا عم نحكي قبل شوي إنه بعد ما سكروا البسطات إجوا وسمحوا لهم إنه يرجعوا يفتحوا ويشتغلوا بالعيد. تخيل هالوضع الاقتصادي صعب على الناس كلياتها وخصوصا منطقة طرابلس، يعني هي أكثر محافظة مثل ما بيقولوا أغلبية شعبها تحت خط الفقر. فاليوم وين المشكلة إذا كان الدنيا عيد والناس فتحت بسطات واسترزقت وعملنا شوي حركة اقتصادية، يعني مثل شيء منه وفيه، يعني احنا عاملين شيء شبه اكتفاء ذاتي بالموجود عم منجود، فهذا شيء بالنسبة لي يعني لازم الدولة تغض النظر شوي صغيرة حتى الوضع يتلحلح بعدين تفكر تيجي تشيل بسطة ولا تعمل زبط أو غيره. بنعود عليكم جميعا. خلينا نبلش بهيدي النقطة برك نقدر نحكي مع الناس الموجودة على هيدي الألعاب، ألعاب النفخ يعني بالموجود مثل ما قال الشاب. الناس عم تفرح على كورنيش المينا. يعطيك العافية، عندك أولاد هون؟ نعد عليك. عليك كم ولد؟ بنتين. قديش بدافع لهم لهلا؟ يعني ملاهي وبوزة شيء مالها شيء مليونين يمكن أو أكثر شوي مالها ما بعرف. يعني قديش كنا ندفع من قبل؟ من قبل القصة كلها على بعضها ما كانت تكلف 100,000 200,000 ماكسيموم. يعني هو فينا نقول مثلا 200 بيعادلوا صاروا مليونين يعني تقريبا. ايه الله يعين لقديه. من وين جاي؟ اي منطقه؟ انا من البرج، من عكار. من عكار. دائما اهالي عكار والضنيه والمنيا بيجوا على طرابلس على المينا، تعتبر كزوره العيد. منطقه بعيده بيجوا هالولاد بينبسطوا، والعكس صحيح، اولاد البلد بيطلعوا لفوق. اولاد البلد بيطلعوا لفوق ونحن بنجي لهم. صحيح، كل حدا بياخذ اللي بده اياه. صحيح صحيح. الله يعطيكم العافيه. عاد عليك كل سنه وانت بخير. انت بخير كل سنة وانت بخير. لا عم تبكي يا زعلانة؟ لعبتي بالمرجوحة؟ لا. لا ما لعبتي بالمرجوحة؟ يعني الماما ما بتخليني. بتخاف عليكي؟ ايه. ايه كل سنة وانت بخير. بخير. من اي منطقة جايين؟ نحنا من عكار البرج. اه اوكي، زوجته حبيبتي. صح. بنعاد عليكم كل سنة وانت بخير. خلينا نشوف اذا بعد بنقدر ياخذ ناس. ينعاد عليكم. عندك اولاد؟ معك اولاد هون؟ شو بدك جمع هيدي هون؟ بس انا متبرج بس. يعطيك العافيه. عندك اولاد هون ولا اخوه ولا شو؟ ولا هون، انا خولي. مسؤول. قديش الركبه تقريبا؟ 50,000. 50,000 على الولد، ده بحق له يقعد كم ساعه؟ ربع ساعه. الناس مبسوطين عم تتقبل الاسعار، 50,000 ليره بتعتبرها انه بتتقبل الاسعار. كل عيد هون موجود بال. كيف سمحوا لكم ترجعوا تقعدوا على الكورنيش بعد ما كان قرار السيادة نقربهم، فسمحوا لنا السيادة نقعد هون. هذا الكورنيش غير الكورنيش الثاني الاساسي اللي موجود. كرمال هيك وقف هون. صح. ونعاد عليكم كل سنة وانتم بخير. شو ناطر دورك؟ تعال نشوف. ناطر دورك؟ حلوة. قد ايه معك؟ 100. قد ايه بحق لك تركب كاميرا؟ مرتين. مرتين؟ انت ما طلعت ولا مرة؟ لا بلا كل يوم بطلع. مبسوط هون بالمينا؟ انت هون ساكن ولا جاي من منطقه تانية؟ هون ساكن بالمينا. وانت ظهر العام؟ من ظهر العام جاي لهون. ها
مبسوط بالميناء؟ عطوب تجي لهون ولا اول مره؟ لا الزمن كانت تجي كل يوم. هلا بس بالعيد؟ ايه عيد يجي اقصد. وانت شو مبسوطه هون؟ ايه. طلعتي على المرجوحه او بعد على هيدا ال لا لسه ما طلعتي ناطرة دورك؟ ايه مبسوطه هون. ايه كزرتي قبل ولا اليوم اول يوم بتكزري؟ امبارح رحتي ولا لا؟ لا اليوم اول يوم. اه كل سنه وانت بخير. نعاد عليك. انت بخير. نعاد عليكم. ما جايين اي منطقه؟ اي منطقه من الالمون؟ سكان الالمون. نحن المون. دائما بتجي على المينا؟ كل عيد. كل عيد بنزل الولاد بينبسطوا لانه الاجواء بتجنن في امان وفي مثل ما بيقولوا وحده وطنيه. المينا ام الفقير وبتجمع الكل جوا بجنن. بمقارنة بمناطق تانية اذا ما نحكي بالنسبة للتكلفة، تكلفة اللعبة او الاكل والشرب الكزورة بشكل عام ارخص من غيرها؟ اوفر بكتير من غيرها طبعا. وبتحس بال يعني بتعرف الجو بتروبس كل عمره ام الفقير يعني، فبتحس بالجو وبتعمل شغلات بتبسط وبتريح. بالنسبة كم ولد عندك هون؟ عندي 3 بنات. الحمد لله الله يحفظك. كسر دافع عليهم لهلا؟ هلا وصلنا. هلا هون عم بيقولوا لي 250 الف يمكن عليهم ثلاثه دول على الستي كمان، معي اولاد اختها لمرتي. فاذا على الستي 260 الف ولا شيء ولا شيء جدا هاي الحمد لله. ينعاد عليك حبيبي. الله يخليك. شكرا لك. هاي حلوه. ينعاد عليك. كل سنه وانت بخير. انت بخير. من وين جاي؟ اي منطقه؟ من القبه. من القبه؟ جاي تلعبي ولا جاي تشوفي الاجواء كيف؟ جاي كزر. كزورة. قد ايه صرتي دافعة لهلا؟ هلا شي 300,000 هلا وصلت. بتوقعي لسا تدفعي لبعدين؟ لما ما توصلي ترجعي على القبة؟ ما بعرف. كل سنة وأنت بألف خير. وأنت بخير. العادة عليكي. ربحت القنينة أو ما ربحت؟ ما ربحت. ما ربحت. شو كتبوا لك فيها؟ شو ما بعرف، إن شاء الله فتحتها. قالوا لك جرب مرة تانية؟ ايه، اجرب مرة أخرى. ينعاد عليكي. عليك. كل سنة وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام، هذه هي الأجواء بالمينا، يعني دائما متعودين الناس على كورنيش المينا. ينعاد عليك. ركبت الزطورة ولا؟ صبي هذا. صبي؟ ما شاء الله، الله يخلي لك. ينعاد عليكم، كل سنة وأنتم بخير. قد ايه صرت دافع عليهم؟ شي هن هسه بلشنا احنا الصراحه 300,000 بعدنا. اول ما جيت 300,000. بعدنا اول ما اجي الحمد لله. بتوقع لبين ما تروح قد ايه تدفع؟ يعني شي مليون ونص مليونين حسب. عمل حسابك بهالقيمه؟ تقريبا. ينعاد عليك حبيبي. انت بخير. خلي لك اياهم. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما عم شوف لك يعني عادت البسطات الى كورنيش المينا. هيدي هي الاجواء بكورنيش المينا. من المتوقع ايضا انه يزيد عدد الناس مع ساعات الغروب، يعني كل ما كان في شمس الناس بتهرب من الشوب وبتهرب من الشمس، بتفضل تجي اكيد بوقت متاخر لتكون غابت الشمس وصارت الاجواء يعني الطف بشوي مما هي عليه الان. ولكن بطبيعه الحال عوده البسطات الى كورنيش المينا، اعاد الناس الى هذا الكورنيش استثنائيا بالعيد. يعني بعد العيد هذه البسطات وكل ما عم نشوفه هلا رح يرجع ينشال التزاما بقرار البلدية وقرار وزارة الداخلية يلي أفرغت هذا الكورنيش قبل أيام من العيد بحملة كبيرة كانت عم تقوم فيها بلدية طرابلس من جهة وبلدية المينا أيضا من جهة تانية. اذا مشاهدينا الكرام، هيدي هي الاجواء من كورنيش المينا. ينعاد عليك. ينعاد عليك. كل سنه وانت بخير. كل سنه وانت بخير يا حبيب قلبي. كيف الاجواء بالمينا؟ كله تمام الحمد لله، كله رواق الحمد لله. عادوا عطوكم مجال تحطوا بسطات، كراسي، طاولات؟ بنيجي بنقعد عادي بننبسط عادي.
بعد العيد عم بيقولوا حيرجع يشيل كل هول القصص اللي موجوده. بعد يشيل المواعيد اللي هون عليها الناس اللي مستاجره وحاطه طاولات وكراسي وبساط حيرجع يشيل الناس كمان شوي يعني يشيلوا شوي وحطوا يعني على هن عم يشتغلوا عم يصر عم الله عم يرزقهم شوي واذا ما بيضيقوا حدا عالم فقيره بدها تاكل يعني هلا هو حطهم هيك يعني لا يشتغل شوي يطعمي عيلته بس كرمال هيك وقال له شو بده بقى الحطه كلياتها فهمت علي يا اخي بلال يا حبيب قلبي وعليك يا كل سنه وانتم بالف خير وانت بالف خير يا حبيبي اذا في تنظيم اضبط اكيد مش كان في تنظيم لا الناس هي بتشتغل ترجع له منه غلط ماك يعني كل عشوائيه منظر المدينه كمان شيء مهم كمان الله يبارك فيك كل سنه وانتم بخير. اذا مشاهدينا الكرام هيدي هي الاجواء من كورنيش المينا مثل ما قلنا قبل شوي من المتوقع انه تزيد اعداد الناس مع ساعات الغروب نظرا هلا لانه شمس كثير قويه وشوب كثير فبعتقد من هلا للغروب ولوقت العشاء بتكون ايضا كميه الناس او اعداد الناس هون بتزايد مع ساعات الغروب ومع ساعات العشاء. مشاهدينا الكرام هذا كل شيء من كورنيش المينا كنا معكم انا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح شكرا للمتابعه وللقاء.